لو قلنا اول مولود للاستاذ محمد مصطفى لحنا واداء كان سنة كم وهو في بداية الاربعينات، وكانت هي الاذاعة السبب في ذلك، لانه الاذاعة ما كانت يتقبل لزول يغني اغاني غيره، ولو انه كنا بنغني لاغاني غيرنا. انا اول ما غنيت غنيت لعبد الحميد يوسف اذكرين يا حمامة في الاذاعة، لكن بعدها الواحد لازم تكون عنده شخصيته ويغني اغاني من الحانه او من ادائه يعني اللي يكون معروف بيهم. في الفترة دي ابتديت اعمل اغاني مترادفة في التجديد، فاصدق علي في ذاك الوقت الفنان المجدد، ولو اني ما كنت يعني بالحيل على الاسماء ولا على الشكر، لكن كان يهمني انا اعمل حاجه كويسه فعملتها. عيوني هما السبب يا في غدا يوم العيوني عشقات هدا العيوني وبيات تتاهر عيوني تشاهد غرائب وتتفقد حبايب سحروها وجفوني عيوني السبب في هذا اليوم العيوني عشق وتغدر عيوني وبقفي تدلدر عيوني فرحوني بيثر عيوني وحجب في حضوره كل الناس تدوره لا يبني يدوره جميل فدان حموري عيوني السبب في هذا اليوم عيوني هما السبب عيوني يونا الغدا علموها البكاء والدموع مينا والمعاني أسبكا انت يا غزال ما أقسى قلبك انت يا غزال ما أقسى قلبك جفاك وصبك أمر ضوعي جفاك وصبك أمر ضوعي عواصف حبك طاردوني سهام نعاساتك عارضوني جفاك وصدك أمرضوني جفاك وصدك أمرضوني عواتف حبك طاردوني سهام نعاساتك عارضوني